المعرض الوطني لتسويق منتجات المرأة الريفية في طبعته الأولى، اللي راح يكون تقليد وطني طبعا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. طبعا إحصائيات البرنامج الوطني لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني، اللي هو اطلقناه تحت تسمية برنامج متميزات، هو أنه عدد البلديات اللي شملها هذا البرنامج منذ انطلاقه من 2021 1272 بلدية. عدد النساء اللواتي تم تحسيسهم من قبل الخلايا الجوارية للتضامن الموجودة على المستوى الوطني بواقع 276 خلية بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية، 127963 امرأة تم تحسيسها بهذا البرنامج. عدد التحقيقات الاجتماعية لفائدة النساء الماكثات بالبيت لتحديد احتياجاتهن 31515 منذ انطلاق البرنامج إلى غاية اليوم. عدد إجمالي الحرفيات الناشطات في المجال 143156 حرفية. عدد النساء الماكثات في البيت التي تم تسجيلهم في دورات التكوين المهني هو أكثر من 227547 امرأة. عدد ملفات النساء الماكثات في البيت الممولة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 118235. عدد النساء المسجلات في السجل التجاري إلى غاية جوان 2024 هو 196267.